حول ذكرى إحراق المسجد الأقصى 51 في ظل استمرار الانتهاكات الصهيونية ضد فلسطين ومقدساتها وأهلها، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود شجراوي. دكتور محمود، بداية أهلا بك. 51 عام مرت على إحراق المسجد الأقصى، ما المخاطر التي تتهدده اليوم بعد هذه الجريمة الشنعاء التي نستذكرها هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كما أسلفتم في التقرير، حريق المسجد الأقصى ما زال مشتعلا من خلال اقتحامات المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى في كل يوم، مشتعلا من خلال ما يخطط له الكيان الصهيوني من تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، ما زال مشتعلا أكثر من جرأة بعض الأنظمة العربية على أن تطبع مع دولة الكيان الصهيوني في ظل اقتحاماتها وتخطيطها لهدم وحرق يعني إنهاء قضية القدس والمسجد الأقصى بشكل لا يرضي أي مسلم مخلص محب للمسجد الأقصى المبارك، محب لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور محمود، تزايدت كما تعلم في الفترة الأخيرة عمليات اقتحام المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى، إلى ما ترجع تزايد هذه الهجمات في ظل حديث عن تغيير مكاني وزماني داخل ساحات المسجد؟ طبعا أخي الكريم المتتبع يعني لسلسلة أو لتسلسل عملية اقتحامات المسجد الأقصى المبارك يعلم أن ما كان المستوطنين ليجرؤوا على اقتحام المسجد الأقصى المبارك لولا أن لديهم أولا ضوء أخضر من الدولة، يعني دولة الكيان الصهيوني لديها منظومة قوانين تحت الطلب، ويدخلون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. أيضا غير هذا، يعني لم يعد هناك ظهر يحمي حراس المسجد الأقصى المبارك والمرابطين في داخل المسجد الأقصى المبارك، فقامت سلطات الاحتلال أولا بإبعاد عدد كبير جدا من المرابطين والمرابطات ومن حراس المسجد الأقصى المبارك، وتعمل قوات الاحتلال أيضا بالتنكيل بالمقدسيين عبر إما إخراجهم من مدينة القدس أو عدم السماح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، أو حتى إبعاد كثير من الشباب وسن قانون يحكم عمر الذين يدخلون إلى المسجد الأقصى المبارك. واستغل الكيان الصهيوني فترة كورونا أيضا بتحديد أعداد الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك، رغم أن المستوطنين الذين يقتحمون تحت المغاربة لوحارة البراق لم يتم منحهم إطلاقا حتى في فترة الكورونا. الآن الشيخ عكرمة صبري في تصريح له على ذكرى إحراق المسجد الأقصى قال إن الحرائق مستمرة بالمسجد الأقصى وغيره من المقدسات ولكنها بأشكال مختلفة. في ظل هذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة، كيف تتخيل واقع المسجد الأقصى حال تواصلت وتوسعت هذه الانتهاكات الصهيونية؟ والله يا أخي الكريم، نحن لا نزين الأمر للناس. الأمر في القدس وفي المسجد الأقصى جد خطير. لم يمر على المسجد الأقصى منذ أن من يوم 7/6/67، منذ 53 سنة احتلال، لم يمر على المسجد الأقصى فترة تجرأ فيها العدو المحتل وتجرأ فيها المستوطنين على دخول المسجد الأقصى، بل وتعدى الأمر من الدخول والاقتحام والجولات اللي هي جولات صباحية والمسائية في كل يوم. نستذكر وإياكم في عام 2000 حين دخل الهالك شارون، كيف قامت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في داخل فلسطين، وكيف انتفضت شعوب العالم المشتاقة للقدس والمسجد الأقصى المبارك في كل عواصم الدنيا. اليوم في كل يوم يدخل المقتحمين إلى المسجد الأقصى في جولة نعرفها بالنقطة، كيف يدخلون وإلى أين يذهبون، ثم يتوجهون نحو الساحة الشرقية أو المنطقة الشرقية وعند مصلى باب الرحمة، هذا المصلى الذي يخطط الصهاينة لتحويله إلى كنيس في داخل حدود المسجد الأقصى المبارك. وأصبح كثير من المستوطنين يتجرؤون على تلاوة صلوات تلمودية وتوراتية بصوت علني، بل إن بعضهم تتجرأ أن يسجد السجود الملحمي، أن يعني اللي هو يفترش التراب ويقرأ صلوات من التوراة المحرفة، وبعضهم أيضا أخذ العلم الصهيوني وأدخله إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. نضيف إلى ذلك الأمر الصعب الذي لا نجد له تفسيرا، أن تقدم يعني مديرية أوقاف القدس التابعة للأوقاف الأردنية بمنع كل الحراس من الاقتراب من المقتحمين، وتمنعهم من نشر الصور
والمعلومات أو التصريحات للقنوات الفضائية نعم، ولنشر ما يحدث دعنا داخل نتحدث المسجد الأقصى. الآن عن قطاع غزة الذي قصف صباح يوم الجمعة ولا يزال يتعرض بين الحين والآخر إلى القصف من قبل الطيران الجوي الصهيوني. كيف تنظر دكتور محمود إلى المقاومة السلمية لأهالي قطاع غزة؟ وهنا نتحدث بالتحديد عن البالونات الحرارية التي أو البالونات الفردية التي يطلقها بعض الشباب السلميين على غلاف غزة المحتل. ما هو أثر مثل هذه المبادرات الشبابية في تشكيل روح المقاومة السلمية، وكيف سيكون دورها لاحقا؟ والله يا أخي الكريم، يعني أهل غزة جزاهم الله خيرا أبدعوا في المقاومة المسلحة وأبدعوا أيضا في المقاومة السلمية. إذا كانت المقاومة المسلحة يعني أمر قانوني حفظه لأهلنا في داخل الاحتلال حتى القانون الدولي، فكيف المقاومة السلمية وإبداع طرق جديدة في إقلاق راحة المحتل وفي إجبار المحتل على احترام الشباب الذين يعني ينادون بحقوقهم ويريدون أن يعودوا إلى أرضهم في داخل في فلسطين المحتلة. إن كل أعراف الدنيا نعم، وكل قوانين الدنيا حفظت لأهلنا في الداخل أن يمارسوا كل أصناف المقاومة الشعبية السلمية وغيرها لأجل إحقاق حقهم والوصول إلى حقوقهم التي سنها الله عز وجل وحفظها لنا الدين والعرف وحتى القانون الدولي الذي سنه البشر. من اسطنبول كنت معنا عبر سكايب المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود شجراوي، شكرا جزيلا لك.